السادس مدرسة الداخلة، أقرأ القرآن في جمعية السترة. المسجد الخضراء. أي سنة بدأت المسجد الخضراء؟ بدأت المسجد الخضراء في 6 نوفمبر 1975. الذين اشتركوا في مسألة الخضراء 650,000 و35,000 من النساء. من النساء 350,000 من 350,000 و35,000 النساء. شكون عطى الانطلاقة؟ شكون عطى الانطلاقة؟ عطى الانطلاقة محمد السادس ولي العهد. أنا بن حادة كنقرا في المستوى السادس مدرسة الداخلة، وبالنسبة للقرآن كان في جمعية السترة. المسيرة الخضراء ذاك نهار 5 نوفمبر 1975، عدد المشاركين ديالهم 3,350,000 وبالنسبة للنساء 35,000. وأول مدينة نبت النداء ديال الحسن الثاني هي الرشيدية. كرة الحسن الثاني مبدع المسيرة الخضراء وجميع ملوك الدولة العلوية 49 من مسيرة الخضراء، تقوم جمعية السترة بزيارة المتحف الملكي، هذا المتحف، و بحضور بهذه الذكرى تقوم جمعية السترة بزيارة المتحف، المتحف الذي يضم صور جميع الملوك العلويين. محمد صلى الله عليه وسلم بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال، تقدمنا حتى طلب لمندوبية مقاومة عزيز التحرير من أجل أطفال الجمعية باش يزوروا وتعرفوا على الكفاح ديال الأجداد ديالهم ونحبهم في الوطنية وحب الوطن وحب الملك. شعارنا دائما الله الوطن الملك. حنا كجمعية السترة حي المسيرة بالميم مهتمين بشؤون الطفل وشؤون الكبار، لأن الأطفال هم المستقبل، هم الوطن، هم التاريخ، وبغينا نعرفوا من الأجداد والتضحيات الجسام اللي قدموها لهذا الأرض باش ننعموا حنا بالسلام والأمن، وبنا متشبتين بهذه الأرض عبء قرون، كيف تشدوا بها الاجداد ديالنا وحنا كنربوا اولادنا والجيل الجديد باش يتثبت بالارض. والحمد لله على نعمة الاسلام، والحمد لله على الامن والامان اللي حقه لنا جدودنا والمكافح الكبير المرحوم محمد الخامس اللي عاش فترة الاستعمار الفرنسي، والحسن الثاني اللهم ارحمه واغفر له، اللي دار مبادرة كمعززة وهي المسيرة الخضراء
350 ألف مجاهد في سبيل الله من أجل الوطن. محمد السادس لما شيده من مباني في الصحراء المغربية، وشعارنا دائما الله الوطن الملك. بهذه المناسبة نستحضر هذه الذكرى و نقول ونعلم الأجيال القادمة أن للمسيرة الخضراء شأن في استقلال المغرب واسترجاع بقية أراضيه. أحد الشيوخ المعمرين المجاهدين الذي شارك في جيش التحرير والمسيرة الخضراء له الكلمة. كلمة حسن الثاني أجمعت هذه المسيرة الخضراء ومعهم الحسن الثاني الله يوالي برحمة الله ومعها كمية الباشر.